عائلة المغاربة المختطفين في ميانمار تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية وعقد ندوة صحفية هذا الأسبوع. هذا ما كشفته وسائل إعلام مغربية بخصوص آخر تطورات هذه القضية. المصادر نفسها أوضحت أن عائلات الضحايا التي اجتمعت في إطار لجنة حملت المسؤولية للصين، معتبرة أن أفراد العصابات التي تحتجز أبنائها يحملون جميعهم الجنسية الصينية. وبحسب أحد أفراد عائلة المختطفين، فإن البعض توصلوا إلى مفاوضات مع الميليشيات المسلحة وتمكنوا من تحرير أبنائهم بعد دفع مبالغ للفدية التي تتراوح بين 6000 وثمانية آلاف دولار، فدية أرسلت لقراصنة آسيويين عبر محفظة خاصة بالعملات المشفرة وفقاً للمصدر نفسه. عائلات ضحايا الاختطاف لم تفوت الفرصة من أجل الإشادة بالتفاعل الإيجابي للسلطات الأمنية، موضحة أن عناصر الشرطة القضائية استمعوا لها وباشروا تحقيقاتهم بهدف الكشف عن ملابسات هذه القضية. من جهتها، فسفارة المغرب بتايلاند سبق وأصدرت بياناً الأسبوع الماضي أوضحت من خلاله أن استدراج الشبكات الدولية الإجرامية للأفارقة ظاهرة حديثة نسبياً طالت عدداً من المواطنين عبر العالم، مؤكدة أنها تعمل مع حكومات المناطق المعنية بشكل مشترك من أجل التصدي لهذه الظاهرة.